الكيرلي هي الحمامة الوحيدة ذات الريش اللولبي، وهي بتكون حمامة متوسطة الحجم، لكن ريشها اللولبي بيخلي حجمها يبان انه اكبر من الحقيقي. طبعا الحمامة الكيرلي هي حمامة قوية وناعمة وصدرها واسع وريشها فضفاض. المواصفات القياسية ونقاط التحكيم للحمام الكيرلي بيكون 15 نقطة على الهيئة والعلامات واللون، و50 نقطة على الفتلة والتجديلة، و15 نقطة على الراس بالعين بالمنقار بالتاج لو موجود، و10 نقاط على الجسم كله. و10 نقاط على الطول والعرقوب والريش. في البداية الحمام الكيرلي المتوج اللي هو ليه تاج بيكون 8 نقاط على التاج و3 على الراس ونقطة واحدة على المنقار و3 نقاط على العين. ده بالنسبة للكيرلي المتوج اللي فيه تاج زي ما انتوا شايفين في الصورة كده. دي بتبقى النقاط التحكيمية للرأس شاملة الكلام ده كله. أما الحمام الكيرلي الغير متوج اللي هو ملهوش تاج زي ما باين في الصورة بيكون 10 نقاط على الرأس ونقطتين على المنقار والتلات نقاط على العين. وده بيبقى الفرق بين الحمام الكيرلي المتوج والغير متوج. يعني وجود التاج او عدمه ده ما يعتبرش عيب، ده ليه حسبة وده ليه حسبة تانية. الحمام الكيرلي عامة الراس بتكون كبيرة والجبهة بتكون بيضاوية مش مسطحة والعين بتكون مش كبيرة وبيكون في خط مباشر مع المنقار زي ما هو موضح امامكم، والتاج بيكون متمركز على مؤخرة الرأس وبيكون مرتفع وبيكون سميك ومتكامل مع باقي الريش ومتناسق. لون العين بيكون اسود في الحمام المكتف او المدرع اللي هو بكتاف، ولون العين بيكون احمر او برتقالي في جميع الالوان الاحادية اللي هي الالوان السادة، ولو كان لون العين اسود في الالوان السادة بيعتبر عيب. يعني طالما الحمام الكيرلي لونها سادة لون واحد لازم يكون لون عينها احمر او برتقالي. في الحمام الكيرلي المنقار بيكون طويل ورفيع ومنحني وبيكون اسود مع الحمامة السوداء او الغامقة، وبيكون لونه حسب لون الحمامة في الالوان الفاتحة. يعني زي ما انتم شايفين في الابيض بيبقى ابيض، في الاغمق شوية بيبقى حسب لون جسمها، وبيكون في لغد صغير ورقيق ومغطى بمسحوق ابيض في كل الالوان. زي ما انتم شايفين لو دققتوا في الصورة هتشوفوا اللغد الابيض دوت. الحمام الكيرلي قوي الهيئة والرقبة بتكون كاملة وبارزة من الكتفين، والصدر بيكون واسع وممتلئ وبارز بلطف، يعني بارز بس مش بشدة، يعني ما يلفتش العين لكنه بارز فعلا. والريش الفضفاض هو اللي مخليه ان هو واخد هيئة قوية.
والظهر بيكون واسع في جميع الاتجاهات، يعني سواء باليمين أو الشمال أو فوق أو تحت. والظهر بيكون مقوس عند الانحراف للأسفل، يعني في آخر ظهر الحمامة بيكون فيه تقويصة من ناحية الديل. أما الأجنحة فبتكون واسعة وبتغطي الجسم، والجناحين بيكونوا مقفولين على الظهر وبيكونوا نازلين على الديل، وريش الجناح بيكون مموج. ريش الجناح اللي هو العشر اللي هو اللي بيكون فاتح، اللون الفاتح بيكون مموج. أما الريش اللي على الكتاف ده بيكون مفتل ملفلف يعني. ريش الديل بيكون واسع وطويل، ولازم يكون في تموج في الديل، والديل بيكون أطول من الجناح بعرض ريشة أو ريشتين بالكتير. والديل ما بيتجرش على الأرض، يعني الديل بيبقى مرتفع عن الأرض وفي تمويجة زي ما انتوا شايفين، ما بيكونش عدل على طول زي الحمام العادي. كل الكلام ده بيفرق طبعا في نقاط التحكيم. الريش في الرجلين ما بيعديش التلاتة بوصة في الطول، وبيبدأ من العرقوب، ولو كان الريش بزيادة قوي بيعتبر عيب، وبيكون على شكل قوس. بيكون على شكل قوس للخارج، يعني يعتبر نص دايرة من اليمين ومن الشمال. أهم شيء هو الريش اللولبي، والدرع بيكون كثيف على الأكتاف، والريش بيكون على شكل حلقات باتجاه الديل. ده أهم حاجة في الحمام الكيرلي. الحمام الأكتاف بيكون أبيض في كامل الجسم ما عدا الدرع، بيكون لون تاني أي لون بقى، وأطراف الجناحين بيكون لونهم أبيض اللي هم العشرين، وهم بيبقوا من 7 ل10 ريشات، وأحيانا بتوصل ل12 ريشة.